سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير. أسرة الإذاعة السودانية تتقدم لكم بالتهنئة بعيد الفطر المبارك، وتقدم في هذا اللقاء الفنان الموسيقار محمد وردي في لقاء بالمستمعين من داخل استديوهات الإذاعة منذ 7 سنوات. يقدم اللقاء الزميلة ليلى المغربي من إعداد زنون بشرى، من الهندسة الإذاعية موسى إبراهيم عبد الله، عبد المنعم عبد الكريم، حافظ حسن جاويش وإسحاق الطيب. يخرج هذا اللقاء صلاح الدين الفاضل. الصديقات والأصدقاء، نحييكم وكل سنة وانتم طيبين. يحل علينا هذا العيد السعيد، وقد عاد الشعب إلى سودانه، وعاد السودان إلى شعبه، وعادت العصافير المهاجرة إلى الوطن، وعاد الكنار وردي إلى دياره ليغني أهازيج الفرح من جديد. مرحبا بعودة الروح إلى الجسد، ومرحبا بكم جميعا، ومرحبا بمحمد وردي صوتا في قلب المعركة وفي قلب جماهيره. أدعوكم أصدقائي وصديقاتي إلى محمد وردي، وأدعو محمد وردي لكم. كل سنة وإنت طيب يا أستاذ. وإنت طيبة وشكرا. الله يخليك. ونهني شعبنا بالعيد أو بالعيدين. شكرا يا أستاذ. نبدأ معك مشوارنا يا أستاذ وردي. بوردي، ماذا حملت معك وأنت تغادر السودان، وبماذا عدت وأنت ترجع بكلياتك إلى السودان؟ حملت الوطن معي وجيت وراجع، وبرضو كان معي. أهلا بك. غنيت له في الغربة، و جيت أغني له تاني من جديد.
طيب في الغربة زرت الأمارات والسعودية واليمن ومصر والكويت وقطر. نعم. في رحلتك الطويلة هذه الأخيرة، هل كان العائد الفني في مستوى العائد المادي؟ أولا ما كان في عائد مادي، لأني يعني كان معي كل الفرقة على حسابي أنا ترحيلا وإقامة وإعاشة. نعم. العائد يعني كان بيغطي المسألة دي فقط. يعني دي حقيقة. نعم. لكن أعتقد أنه الإعلام اللي عملناه للأغنية السودانية أو لأغاني محمد وردي عملية أكبر من أي عائد. نعم، هذا عائد كمان عظيم يعني، ونهنيك عليه. الفنان صوت للجمهور، وهو يغني لمبادئ وليس للأشخاص. صحيح. ولا للسلطة. صحيح. فهل يحاسب الفنان في رأيك في مواقفه السياسية؟ في مواقفه السياسية أنا أعتقد أنه الفنان يجب أن ينتمي يعني انتماء أصيل لوطنه وشعبه، ما بالضرورة الغناء لكل سلطة، فقط يكفي أن تغني للسودان وتنحاز جانب الجماهير. إذا في فنان بيغني لأشخاص أفتكر يحاسب. يعني أنت تدعو لقومية الفنان حقيقة. حقيقة يعني أي حزب مهما كبر حجمه هو يعني بيكون أقل من انتماء الفنان لوطنه بالكامل بكل فئاته لتطلعاته وكده. يعني قد الفنان برضو بشر وبينتمي لحزب أو عقيدة، لكن قوميته ضرورة. طيب يا أستاذ وردي، إذا قورن يعني عطاؤك لأكتوبر بعطائك الأخير من الأغنيات الوطنية، نعم، في هناك آراء تختلف الآراء، يعني في آراء بتقول إنه العطاء الأخير يعني ما أقدر أقول ضعيف إذا ما قيس بأكتوبرياتك يعني. ويرجع ذلك يعني قد يكون للاستعجال أو عدم نضوج العمل ذاته، ولا يعني مواكبة الحدث بسرعة يعني. أو هذا يعزل شنو يعني تفتكر؟ أول حاجة أنا عايز أفهم الناس إنه العملين اللي قدمتهم النشيدين ما بعد الثورة، ما بعد الانتفاضة، قبل الانتفاضة. الأغنية الأولى أغنية يا شعب تسامى، ده يوم مقتل الشهيد محمود محمد طه، وده كان ترجمة لإحساسي أنا، يعني بكل حزن عملت مجدت الشعب السوداني في شخص هذا البطل. فده ما معمول بعد الانتفاضة. وأغنية حنبنيه اللي بنحلم به يوماتي وطن شامخ وطن عاتي وطن خير ديمقراطي، قبل الثورة أيضا طرح كبديل كبرنامج، لأن الناس كانوا بتسأل أها لو ده انتهى البديل شنو. فأشاعر محجوب شريف طرح هذا البديل. فأنا ما عملت الأغاني دي ورا الانتفاضة. طيب ماذا حيكون بعد الانتفاضة؟ في برضو أغنية وطنية خفيفة، لكن قد تختلف المضامين بين أكتوبر وأبريل. أبريل أعتقد يعني الناس في الفترة الماضية يعني الحياة اليومات أو الاحتياجات البسيطة هي كانت هموم الناس اللي ما كانت تشغيلهم زمان، يعني موضوع البنزين والخبز، الأشياء اللي شوية بعيدة من الإبداع.
فده يعني الواقع فرض انك انت تقول كلام زي ده. يعني مثلا كان تقول مساكن كهرباء ومويه لمطالب حقيقيه. فاللغه اختلفت شويه، لانه انا في رايي وانا معاصر الثورتين. نعم. او كل الثورات من الاستقلال انا معاصر البلد دي. يعني المسائل البسيطه دي ما كانت بتشغل الناس زمان، يعني لا عيش لا بنزين لا كهرباء، الاشياء دي ضروريات كانت متوفره. لذلك مناخ الابداع ما كانت بيتطرق للمسائل البسيطه. اما الان الواقع بيفرض عليك، ده مطلب الناس. يعني هسه في الشعب عمل ثوره كامله للوقت، كل الكلام في انه منتظرين الاشياء البسيطه دي، انك توفر لهم الخبز اليومي، تناقص السكر، توفر البنزين، ترخصه كده. يعني محجوب شريف عايش الواقع الناس. وهو ما اقصد يعني انه الكلمات زي ما انت قلتي هي ما ضعيفه، يعني مضامينها قويه، لكن التناول ببساطه فقط، عشان يعني ما مكتوبه فقط للمثقفين. هذا رايي يعني. طيب في رايك برضو كيف يعني يعمل ايه الفنان عشان يكون فنان قومي يغني لكل عهد؟ والله يتمسك بالسودان والمبادئ العامة المطروحة. يعني إذا في رأيي الفنانين ما قالوا، يعني ما أظن في فنان جا قال مدح شخص. حتى في العهد الفات أنا من أوائل الفنانين اللي غنيت لمايو حسب الشعارات التي طرحت. يعني شعارات لما جات طرحت شعارات اشتراكية وكل الشعب ده كان مؤيد. يعني أنا حضرت موكب 2 يونيو 1969، كان موكب مذهل، والشعارات المطروحة كانت شعارات عميقة. إذا السلطة خانت هذه الشعارات، الفنان ما بيندم في أنه في يوم ما كانت في شعارات عميقة وهو عمقها في أذهان الناس. فللأسف السلطات هي اللي تجي تخون مشاعر وطموحات وآمال الناس، وبذا يسمى الفنان في كل مرة يظهر للناس كأنه أصبح بوق للسلطة. وده شيء مؤسف أنه ما في شعارات عميقة بتستمر. لذلك يعني من 71 أنا كنت أحجمت عن الغناء للوطن كله، مش لسلطة مايو، لا للوطن. حتى بدأت سنة 82 عملت عرس الفداء، 83 وطننا باسمك كتبنا وطننا. يعني الأغاني أخذت الاتجاه القومي ده، وشعارات برا السلطة. السلطة ما كانت بترضى لأنها أحلام شعب يعني. أيوه. وطننا باسمك كتبنا ورطننا، وطننا باسمك كتبنا ورطننا. أحبك 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 مكانك صميم الفؤاد. وباسمك أغني وباسمك أغني، تغني السواقي تغني السواقي خيوط
شباك ملال وناسك عزال أحبك ملال وناسك عزال أحبك حقيقة وأحبك مجال جديد الزحام أراهم وراهم
الحقيقة وحبك مجال. برضو الأستاذ شاعر المبدع محجوب شريف، لما يعني سمعنا لما أنت كنت في فترة السجن في كوبر، كان في نشيد في منتهى القوة والروعة يعني بتاع محجوب شريف اللي بيقول أكتوبر ديناميتنا، ديناميتنا ساعتها في صفر وركيزة بيتنا. النشيد ده ليه ما غنيته يعني؟ أغني وين؟ كنت أغني وين يعني؟ حسي ممكن 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 أنا يعني المدة طالت، لكن ممكن نسمع أقول منه شوي يعني. تفضل. ساعة الصفر ركيزة بيتنا،
لكن يبدأ أنه يعني محجوب ده عنده تنبؤات يعني حكايه لما نبني جبهتنا يبدأ أنه الجبهة اتبنت في شكل تجمع الآن والإضراب السياسي اللي طرح في أكتوبر نجح أيضا في هذه المرحلة فقطعا أكتوبر طاقة وبطاقة زي ما هو قال. طيب أستاذ وردي أنت وردي كفنان قمة ماذا أعدت إذا كان ذلك في نطاق اتحاد الفنانين أو بمفردك أو يعني بأي تجمع وطني ماذا أعددت للمرحلة الحالية والمستقبلية لوضع الفن في مساره الصحيح؟ والله دي مسألة مطروحة يا دوب يعني يعني المسألة لها شهرين ففي الإخوة الفنانين بيتجمعوا وبيخططوا للمرحلة القادمة يعني في أشياء كثيرة جدا مطروحة في اتحاد الفنانين. طيب أنا يعني ياخدني سؤال برضو داخل في الحتة الوطنية دي يعني وطننا بيواجه أشياء كثيرة يعني وبيحتاج لدعم عاجل للتحديات اللي بتقابله جفاف وتصحر وجوع وفقر واقتصاد منهار وكده يعني ما هو دوركم ودور الفنانين في دعم صندوق الاقتصاد الوطني؟ برضو ده مجال بحث انه الفنانين عايزين في الداخل والخارج يطلعوا ويدعموا الصندوق يعني كل الفنانين يعني مستعدين للمسألة دي ومشاعرين بالحكاية دي. أنا شخصيا لو كلفت في أي حتة كان داخل السودان أو خارج السودان مستعد أبذل كل جهدي في أننا بلا مقابل أغني 3-4 شهور لهذه المسألة. لا ما قصرت هذه دعوة لكل مبدع. طيب إذا تركنا يعني الوطنيات جانبا هل تطغى وطنياتك على عاطفياتك؟ الآن نعم يعني دلوقتي المزاج العام يعني طاغي عليه الوطنيات وأنا من بدري يعني حتى قبل ما يعني قبل 3-4 سنوات قد أكون أنا الفنان اللي كنت بغني حتى في بيوت الأعراس أغاني وطنية والمستمع العام أو مستمعي أنا بالذات شكل مزاج بتاع استماع للوطنيات أكثر وفي هذه المرحلة بالذات يعني أنا بتلمس رغبات الجماهير يعني الناس أكثر قبولا للأغاني الوطنية. طيب يا أستاذ هنا بتحضرني حاجة يعني حقه نقيف وقفة شوية ومتأملة للفرقة بتاعته أستاذ محمد وردي الأوركسترا يعني المشاهد
اللي حضر تسجيلنا للحلقة دي وشاهد أفراد الأوركسترا غير السيميوم، يعني لما يسمعهم بيحس بالتكامل الوجداني والعملي داخل العمل، لكن كمان الشاهدهم بيشيد بالوقفة الجميلة جدا، يعني أنا أكاد أقول لما شفتهم قربت أبكي. شكرا. يعني في علاقة حميمة وطيدة جدا الواحد بيحسها بين وردي ما بين الفرقة بتاعته فردا، يعني بعين لك بتأشر لهم، بحس كل واحد إنه بيتلقى الإشارة والإيماءة كيف بحب وبالتزام وبإخلاص. كيف أنت قدرت جمعت الحكاية دي يعني أو هذا النموذج؟ والله هم أولا يعني شباب كلهم يا بيقرأ في المعهد يتخرج من المعهد، وبعدين مستواهم الثقافي متقارب، ولأنهم معاي فترة طويلة بنحب بعض كإخوة، وبعدين هم بيقدروا المسؤولية وبيقدروا العمل الفني، وكل واحد انتمى للفرقة بمحض اختياره وانتمى لهذه الفرقة، وكلهم بيحترموا بعض وبيحترموا العمل، عشان كده في جماعية وفي المظهر اللي لا ده مظهر حلو يعني ومشرف ومشرق.
العين معاك سلام يا
Thank you.
محجار.